هل أنت أعلنتي أنه اعتزالك حيكون في الستين؟ بعد 30 سنة. يعني بعد 40 سنة، مش الآن. أنا بالعشرين. أنا عارف طبعاً. Give me five. Thank you very much. بس سؤال، ليه 60؟ أنت متعاقدة مع التأمينات الاجتماعية عشان هو السن الرسمي للتقاعد هذا؟ صح. هي وظيفة يعني. لك إيه على 60 إذا كنت بعدني. لسه الله يحيينا بعد 40 سنة. نوين 60.